المرحلة اللي تشوف بأن قبل من المصادقة على واحد المشروع تاع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية مدينة الدار البيضاء، كان يسبقوا واحد نقاش عمومي واحد يعني المشاركة تاع المجتمع بجميع الأطياف تاعنا من أجل الحسم في هذه النقطة اللي تترهم مدينة الدار البيضاء. أنت تشوفوا تتمر بواحد الطريقة اللي هي مستعجلة وطريقة اللي فيها شوية الزربة. على كل هو ما فيش المصادقة وفي إبداء الرأي قانونيا، نحن نبدي الرأي في الوثيقة هذه. صحيح وثيقة استراتيجية غادا تحكم مدينة الدار البيضاء لسنوات، المهم هي مراجعة جزئية باش نتفاهموا. عدى حد 2030 نظرا لإكراه انعقاد مجموعة ديال التظاهرات العالمية في بلادنا، وبالتالي كان لزاما وواجبا أنه تكون هاد المراجعة ديال السطو. توسيع المشاورات والتشارك والتداول هذا داخل صلب الديمقراطيه التشاركيه اللي ما يفسد في القضيه والو. صراحه كيجي المشروع يتم تداوله وتؤخذ الاقتراحات، والهيئه والجهه المعنيه المسؤوله هي اللي غادي تفصل فيه في الاخر. اذا كان الاستعجال هو اللي حكم هذه المراجعه. انتم كان عندكم الوقت باش تناقشوا هذا الملف؟ باش نكونوا واضحين، البارح عرض على اللجنه ديال التعمير والبيئه والممتلكات، كانت فيه مراجعه، كان فيه عرض ديال الوكاله الحضاريه، وكانت مناقشه الناس اللي كانوا حاضرين اعضاء المنتخبين، وكانت اراء وافكار ومقترحات وتوصيات نتمنوا انها تضمن داخل الورقه المقترحه. نأسف انها جاءت باللغه الفرنسيه، لكن الوكاله مشكوره دارت واحد المجهود، انها دارت واحد العرض اولي بين يدي هذه الوثيقه هذه، وعطينا فيها راي ديالنا اللي كيخلي الوثيقه فيها شويه ديال النقص، انها ما تطرقتش للمساله السكنيه، تطرقت للجانب ديال الانشطه الاقتصاديه، كان فيها حضور قوي ديال هذا البعد هذا، نظرا للحاجه الملحه للساكنه البيضاويه في فرص الشغل في الانتاج في كذا، فكان حضور. الجواب على علاش ما كاين السكن، كاين هناك عرض، هذا العرض هذا فيه فيقع للطلب، وبالتالي الان نبحث عن الجوده اكثر ما نبحث عن الكم. صحيح المساله فيها الى جانب الانشطه الاقتصاديه كان اهتمام بالجانب ديال البنيه التحتيه، كانت فيها حديث عن المسارات، عن القطار فائق السرعه، عن المحطات السكاكيه، عن امور اخرى ذات صله بما هو طرقي وبالشبكه الطرقيه. مخطط توجيه الجزء تاع مدينه الدار البيضاء، تاع تعمير مدينه الدار البيضاء، انتم الان مطالبين بابداء الراي وتبدو الراي في هذا الموضوع هذا، يعني شنو الملاحظات ديالك حول هذا المخطط؟ مخطط توجيه ديال تعمير الدار البيضاء يمكن لنا نسبقوا عليه، وحنا عندنا ابداء الراي وعندنا ملاحظات طبعا، وهو ما غادي يزيد الا قيمه مضافه للدار البيضاء وضواحي الدار البيضاء ووسط الدار البيضاء، وهذا راه مشروع ضخم وما يمكننا الا نكونوا معاه. اشني اهم النقاط اللي جات في هذا المخطط؟ وهي نقاط كبيره، وحنا دابا عاد طالبنا باش صيفطوه لينا، لانه هو جدار عرض، حنا ناقشنا العرض بحق العرض، حنا قلنا له غيصيفطوا لنا وغادي نفحصوه وغادي ناخذوا منه ما سوف نتساءل عليه، وهو ما يمكن لا الا نكونوا معاه، لانه هو غادي يجي باش يزيد قيمه مضافه كالمخططات السابقه، بحال المداخل الدار البيضاء، بحال المنتزهات، بحال 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 بحال. ولكن كاين الناس في المناطق الضحاويه تيقولوا بهذا المخطط ما استجبش لينا، مثلا منطقه تيراويين، منطقه مديون، وهما باقي ما شافوش. ما يمكنش كما تقول العامه تيزيد على السبي سعيد. دابا الهراويين عندها واحد مستقبل كبير، وكلكم كتعرفوا مع الترحال ديال المدينه الغذائيه اللي غتكون في حد السوالم، ومع تما غتكون هذيك هي الدوزيام سيفسي، انا اقولها كنسميها دوزيام سيفسي اللي كاينه ديال الدار البيضاء، غتكون هي القطب المالي تما، القطب هذاك تا هو من الاقطاب الكبيره ان شاء الله.